حسني. نعم شيخ. أنا فين كده إن شاء الله؟ لا ده أنا كنت رايح لسلامة. سلامة؟ آه. وإيه اللي هيودي سلامة هنا؟ سلامة ساكن هنا. آه يا عم الشيخ معلش بقى، الواحد دماغه مش فيه. آه. طب بقول لك إيه؟ ما تيجي تصلي معانا الفجر حاضر في الجامع، يمكن ربنا يكرمك ودماغك ترجع لك تاني. آه طبعًا أصلي، أصلي طبعًا. هو في أحسن من الواحد يبقى قريب من ربنا؟ طب ما يلا. طب اسبقني أنت. وأنا هاجي وراك على طول. تيجي ورايا؟ اه. بس على الله تلحق قبل صلاة الظهر. بإذن الله يا عم الشيخ، بإذن الله. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا لهوي! أنت جريت يا وادي حسني ولا إيه؟ في إيه؟ أنا غرضي شريف والله. أنا جاي قصدك في خدمة دلوقتي؟ أعمل إيه بقى؟ أنا مستنيك من الصبح بس أنت اللي بتأخري. طب يا خفيف ابعدي عليا آخر النهار أكون فوت وأسمع لك. ينفع؟ واللي خلقك الدفاية آخر حاجة. آه أنت شكلك كده ناويها، وأنا بقى دماغي مش فايقلك وقد كده، أنت عايز إيه بالظبط؟ طب نقعد كده ونريح ونتكلم يعني. نتكلم مع مين؟ في إيه؟ أنا بقول لك عايز منك خدمة، ده حتى كل الحتة بتقول عليك إن أنت بنت جدعة. وانا ابن حتتك الغلبان واقع في عرضك. لو النبي عرضي حلوه دي عجبتني. خش يا ساتر. اقعد يا حسني، هات اللي عندك. سيجاره؟ لا يا اخويا شكرا، ما بغيرش. بصراحة بقى أنا سمعت إن أنتِ شغالة مع الناس اللي واصلة فوق قوي جامد دول. آه وبعدين؟ وأخوك الغلبان تعبان مش لاقي اللضا، أخوك مأشفر على الآخر. أخوكي؟ حلوة دي، والنبي أنت زي العسل، أنا إزاي يا أخويا ما خدتش بالي منك من زمان؟ طب ما تمد إيدك تغمسي بالعسل يا عسل. ولا اتعدل. أنا كنت جاي لك عايز شغلانة. ليه يا أخوي؟ لو حد قالك عليا وزيرة ولا مديرة مصلحة؟ لو هو الوزيرة ولا مديرة المصلحة تقدر تعمل اللي انت هتعمليه. خلص، عايز ايه يا حسني؟ بصراحة بقى العربية اللي انت نازلة منها النهاردة دي حاجة من اللي بتدفع فيها بالجامد، حاجة غالية يعني، معناته بقى ان انت واصلة وكده. خدينا في ديلك. ما تنفعش. ما ينفعش؟ ده انا راجل قوي وعجبك والله. ما انت يا اخويا عشان راجل ما تنفعش. طب تخيلي بقى انا وانت بقى نعمل مع بعض ديوتو كده ما حصلش. ما انتش خايف يا حسني من اهل الحاره لا يقولوا عليك يعني؟ لا انا خايف من الحاره ولا من غيرها، انا اللي يهمني دول. ماشي. معاك تليفون؟ معايا تليفون طبعا، معايا تليفون. ايه ده انت قديم قوي. لا ما تاخدش في بالك، انا بس بحب اجمع تحف وكده يعني، بس من بعد كده كله جديد في جديد. طب يا خفيف اخر النهار كلمني. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد رقم انت وتبقي ترنيلي عشان انا ابيض، اخوك ابيض على الاخر. ماشي. بس بقول لك ايه والنبي يا حسني؟ بلاش اخوكي دي. بدرس بتضايق. اصلا يا اخويا لا ليا في الاخوات ولا في القرايب. شغل القرايب ده ما بيسلكش يا اخويا زي الصحاب. خلاص لا ما تضايقيش نفسك بلا ازعاج بلا بتاع، بلا اقعد ارنيلك بقى وترنيلي وكده. أنا بقول أبات هنا أحسن. نعم؟ خلاص خلاص، أنا بقول يعني أمدد على الكنبة هنا. بقول لك إيه يا حسني؟ روح نام وتعالى يا أخويا آخر النهار، يلا. خلاص. قوم. خلاص والله. مع السلامة. بس يا عبد يافا والله. نعم. التليفون. لو أنت ما خدتوش؟ ما عدموش. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل.
البت كبرت يا خليل، عايزه تقولها فلوس. وانا اعمل ايه بس يا كريمه؟ انا بعمل اللي بقدر عليه. وانت اللي بتقدر عليه ده يخليها تتجوز ولا تتجهز ولا حد يبص لها؟ يا راجل يتلحلح. هتلحلح؟ تلحلح يعني ايه؟ يعني زي الناس. انا بعمل زي الناس، انا زي نفسي. واذا كان عدك ايه؟ مش بكلم معاك، سيبني وتمشي. كلامك ماسخ وبايت ومالوش طعم. هو طبيخ؟ بقولك عايزين نجهز البيت تقولي كلامك ماسخ. بالذات ما انت ست فيك مخ، مش لما يبقى يجي عدالها نبقى نفكر هنعمل ايه؟ ما يمكن ربنا يحلها من عنده ويفكها من واسع، ولا يعني لازم نعكنن على نفسنا كل يوم الصبح كده؟ روح اعمل الفطار، خليني انزل اشوف حالي. منين يا اخويا؟ على رأي المثل، اطبخي يا جاريه كلف يا سيدي. لا في وفي كتير قوي، بس انت عينيك ما بتشوفش اللي هتعمل ايه. انا مش جايب امبارح بليله وفول وعيش مرحرح زي الفل. بليله وفول وعيش مرحرح؟ تعالي ياما شوفي العز اللي انا عايشه فيه. الله يرحمها امك، لما جيت اتجوز عزمتنا على طبق عدس ونص رغيف مقدد. جرايه خليل، شوفي يا بنت الحلال، هي دي عيشتي اللي انت شايفاها. اذا كنت بسكت كل يوم على كلامك الماسخ فبقول يعني انك ست زي كل الستات، مجنونه بس طيبه، لكن اكتر من كده ما يهمنيش اي حاجه بالجزمه. انت بتقول ايه؟ بص لاصلك يا كريمه واحمد ربنا، كانت امك يوم ما كانت بتشحت لك كلابيه بيبقى يوم عيد، لكن انت من ساعه ما اتجوزتيني والحمد لله ما لبستيش حاجه قديمه. صحيح بجيب على قدي قليل، بس عمري ما مديت ايد لحد، وان شاء الله مش همدها لاي مخلوق. الادماج ده لازم تشيليه، وما كنتش هتشيليه انا هعرف اشيله ازاي. يلا اعمل لنا الفطار، خلينا اشوف حالي. يلا والله العظيم، استغفر الله العظيم. صباح الفل يا ابو هالة. صباح النور يا بنتي. بقولك ايه، ما تهدي اللعب شويه مش كده؟ اكتر من كده؟ معلش بس والله العظيم، والله العظيم امي دي بتحبك، بس انت بس مش واخد بالك. سيبك انت بتحبني ولا ما بتحبنيش، انا بس عايز اقول لك كلمتين. ايه؟ اوعى تمشي ورا كلام امك، اسمع الكلام اللي هقول لك عليه، ما تبصش لبعيد، اعرفي انت فين من الدنيا وحطي نفسك مكانها عشان ربنا يديك ويعليكي. اللي يكره عيشته يا بنتي وما يشوفش الخير اللي ربنا بيحطه ما بين ايديه يزول منه، وما يشوفش النعمه تاني. بتقول ايه للبت؟ راح فين؟ مش هتاكل العجميه اللي انت جايبها لي؟ حطيت ايدك فيها بقت مسخه وطعمها ازفت من الماسخ. ايه موضوع المسخان اللي معاك النهارده ده؟ شايفه ابوكي وعمايله السودا؟ معلش حقك عليا، انا ما تزعليش. راح فين انت كمان؟ ما راح اقابل سلامه علشان قال لي ان هو هيشوف لي شغل. شغل؟ كاتك واكسه انت وابوكي في يوم واحد. ليه؟ يا بت يا بت اسمعي كلامي، خليه يجي ويقعه ويجيب، وانت تقعدي ست الستات هانم. انت يا بت مش بتقولي ان انا منك في الراحه والجايه وعمال يلغيكي؟ بصراحه هو بيلغيني قوي. خلاص خليه يجي البيت ويشيل بقى. ماشي حاضر. استني ايه؟ ابوكي زمانه قاعد على القهوه، عادي من الناحيه التانيه. ما تقلقيش انا هعرف اخلع. سلام بقى. ربنا يكرمك يا بنت بطني يا رب.